السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا بالتألق عوار في وديات روما، وين قال لك يرفض مناقشة حضوره الكان مكاش كاع منها. هذو الدعايات راكم ديروا فيهم على بالك باغيين يخرجوا لكم، تاع الظلمه تاع غوارديولا مع محرز، خاطر ما كاش شغال يكون عام طويل شغال يقعدوا يحضروا لكم، عام طويل قال يجي رئيس اتحاديه، عام طويل شغال يقعدوا يحضروا، يقولون انتم شغال يقعدوا يحضروا. عيبك شبه يخرجوا لكم كما ذلك العبسة تاع خاوتي خواتاتي اللي كو مورينيو زقى على عوار وما زقاش على ديبالا. خاوتي خواتاتي اللي كو ديبالا مركا مورينيو كيدر، اللي كو عوار مي مركا مورينيو ما فرحش. غادي كيما هكا غادي تشوفوا الصوره ديجا بداوها لكم. مورينيو يقول عوار ما تشاركش كاس افريقيا، مورينيو غير اليوم راه يدرب لاعبين افارقه، غير اليوم دا هذا الخطر صاي دا غير الخطر. كاش كاع من هذا الهضره، كاع مكاش منها. نعطيكم الرسمي، هذو الناس اللي كانوا يقولوا لكم باللي الباتشي تعاود قادرين يكذبوا عليكم وساجين في الكذبه، يعني في الكذب والله مكان اللي ينجم لهم في الكذب، مكاش اللي ينجم لهم اللي يجي يقول لك في الكذب، مكاش اللي ينجم لهم في الكذب. متالي كاع واحد في الكذب مكاش لي نتملو. تيقول لهم انت كنت قارع باللي غادي يدوك 8 شهور، يدوكم 8 شهور الماتش يتعاود على فا نورمال عادي. هادو دي باطار، هادو في اليوتيوب لي باطار، هادو كرعين الجاج، هادو اللي كانوا يكذبوا عليكم، اللي كانوا يخرجوا يقول لك عوار مكروه من عند هذا المشرف تاعكم، هذا المقدس تاعكم، ومكروه من عند الشعب. عوار اي مكان له تطمع باش تولي الجزائر، اودي عوار ولا وانت تقعد تشكم له نورمال، عادي. نتوما اللي باطار نورمال عادي، تهدر عليه كي الكلب، لازم تهدر عليه كي الكلبه، لازم دير عليه دي فيديو كي الكلب، لازم تنبح. انا نقول لكم لازم تنبحوا على عوار، لازم عوار يسمع النبحة تاعكم غاية الغاية، وكاع يعرفكم واحد كبير بالفاميليا تاعو، كاع يعرفوكم باللي دي باطار نورمال عادي. بالتالي وهذه تاع الباتش تاع تاع ما غاديش يلعب، مكاش اللي يهدر له عليها. نعطيكم مكاش اللي يهدر له، مكاش اللي يناقشوا، مكاش حق تاعو يعني كلش، يعني تكون كاينه دار فيفا يتلقى استدعاء من الجزائر يجي، أبار لما تلقاش استدعاء برك، بصح يتلقى استدعاء يجي نورمال عادي. بالتالي كاع تلقى استدعاء يجي كاش، تكذبوش على الشعب، راكم تكذبو على الشعب، مازلتو تكذبو على الشعب، بيتخلقو كلي شغل فوضى، عوار شوف نقولكم كلمة، راه هو الشوشو تاع روما، ما عندوش غرام تاع مشكله في روما مع اللعابه مع المدرب مع الاداره مع الجماهير، ما عندوش غرام. نزيدكم حاجه واحده اخرى، اداره روما عرضت على عوار باش العائله الام تاعو عنده خو اخته، يعني عرضوا عليهم باش يجوا يقيمون في روما. نعطيكم التاليه هذه كاع، نعطيكم التالية راه في اليوم عرضوا عليهم باش يجوا يقيمون في روما. متالي كاع هذا خبر نعطيكم، ما عندوش غرام تاع مشكلة تاع مشاكل، ما عندوش غير مكان له بيديروا فيلم كيما تاع قاسامة. يا أبناء قاسامة، نتوما كاع ولاد قاسامة، على بالكم بها.
شو شكلك؟ قال لك يرفض الوفد الجديد على المنتخب الوطني حسام عوار تضييع كأس إفريقيا المقبلة المقررة إقامتها في الكوتيفوار مطلع السنة الجديدة رغم مساعي إدارة روما الإيطالي إقناعه بالبقاء مع النادي في فترة ما بين 13 جانفي حتى 4 فيفري. على احنا غادي نقولوا تا 4 فيفري؟ احنا بالك 21-22 نجو، احنا بالك قاع أقصر تقدير بالك 21-22 نجو، قاع لا تزيد عندك 4 تاع لي ماتش ما تخموش يا. خاصة يصر على تواجد مع الخط في أرجع نقول لكم إلا قعد هذا المشرف تاعكم أقسم لكم بالله العلي العظيم كات ماتش زعما من يزيروا اللعابة في المدرب من يزيروا كات ماتش لعب ما كلموا أمارة لا والو لعب لعب أيا خرج يقولوا لنا دي تلعبوا عليها وتغبنكم قولوا لا ما لعبوناش بولا ما لعبوناش بولا ما لعبوناش بولا ما لعب كيما ديروا كيما تونس هذيك مشات لكم تاع تونس ما جاتش لعبت تونس ما جاتش تلعب بولا ديروها كيما هكا. خاصة يصر على التواجد مع الخوض في أول كان والبحث عن تحقيق نتائج أفضل وإسعاد الجماهير التي تنتظر منه الكثير لكونه يعتبر من بين العناصر التي يعول عليها الكثير الجماهير الجزائرية واستغلال عوار حوار الذي أجراه مع الصفحة الرسمية لنادي لتأكيد تعلقه بالمنتخب الوطني عندما رد على السؤال المتعلق حول مشاركته في الكان وإمكانية تضييعه مكانته مع روما. قال لا يمكنني تضييع فرصة المشاركة في كأس أمم إفريقيا في الكوتيفوار وفخور بتمثيل قميص الخض وسأغيب لفترة محددة عن النادي روما وإن يمتلك تشكيلة تنافسية ويستطيعون اللعب في من دوني لبضعة أسابيع. وكان عوار قد سجل أول حضور له في التربص الأخير للمنتخب الوطني وشارك في مباراتين أوغندا وتونس كي نقولوا شارك احتياطي بالنظر إلى معاناته من نقص المنافسة بسبب معاناته من تلك الفترة من معاملة المدرب ليون لورون بلون الذي حاول الضغط بطريقته خاصة عليه من أجل تمديد عقده غير أن متوسط ميدان الخوض يعني اتخذ قراره بالرحيل في ظل العروض التي وصلته من طرف أندية عديدة قبل أن يختار انتقال إلى نادي روما. هو كان عنده روما يعني من أين لعب المدرب مورينيو دور هام وهو ما صرح به عوار مع مورينيو. تعقلون هل قلت لكم باللي عوار مورينيو راه في اتصالات مع عوار خرجوا ناس قاعد يكذبوا فينا قال لك لا ما كاش هذا مورينيو راه في الالمان غادي يلعب في الالمان ماشي باغي يهدر قلت لكم غادي يلعب في الالمان يلعب على مورينيو وهو ما صرح به عوار. مورينيو له دور كبير في اختيار الفريق روما واللعب تحت قيادة المدرب عالمي مثل مورينيو فرصة لا تعوض ونجح عوار في فرض نفسه مبكرا في صفوف نادي روما بالنظر إلى الأداء الراقي الذي يقدمه في مواجهات الودية وما جعل المدرب مورينيو يقحمه أساسي باستمرار ويعتبره من بين العناصر القادرة على القول كلمتها في الدور الإيطالي هذا الموسم وهي كلمة التي منحت الثقة أكبر لمتوسط الميدان الخوض الذي تمكن من تسجيل هدف جميل في إحدى الوديات مع تقديم العديد من التمريرات الحاسمة مع العلم أن عوار سيكون على موعد يوم على مع ملاقاة يعني من نقولوا بالليل عبو أين بمناسبة اللقاء الودي الذي سيجمعه يعني نادي روما يعني غادي كاين مباريات اللي غادي يلعبهم قبل لا تبدأ الشامبيونة. هذه هي كاش دعايات هضرة تاع الدجاج برك هذوك اعتبروهم يعني لغة الدجاج هذه باش يكون على بالكم. يا باش يكون على بالكم برك يا ربي جاو هذيك بو عالية مطلوب في أوروبا يا ودي عيطوا له ديروا له ستاتية عيطوا له ديروا له ستاتي بو عالية تاع جياسكا عيطوا له على عالكم مطلوب في أوروبا مطلوب منا عيطوا له ديروا له ستاتي مانيش ضد هذا اللعاب بصح حقيقة هذه هي الحقيقة عيطوا له عيطوا له ديروا له ستاتي عيطوا له غابني روحكم أنا نقول لكم
وين غادي نصبحكم عيطوا له ديروا ستاتيو صاي باش ما باش ما يفيقوش بكم يا ايه فما قدمروها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.